سنوات خبرتي حوالي 17 سنة في المجلس، قضيناها في عموما في المختبر، نقوم بتحاليل العينات اللي نجمعها من البيئة، سواء كانت بيئة بحرية، سواء كانت من البيئة من الهواء أو من بيئة التربة. طلعتنا اليوم كانت بالنسبة إلى قياس جودة المياه البحرية، وهذه عموما طلعتنا عادة تصير 4 مرات في السنة خلال مواسم أو خلال تغيير المناخ أو موسم والفصول، دخول الفصول في البحرية. قسنا فيها في طلعتنا اليوم بعض المؤشرات مثل درجة الحرارة والملوحة، وفي بعض المؤشرات عادة نقيسها في المختبر من نرجع من الجولة مالتنا. عدد العينات اللي نغطيها أو عدد المناطق، هي تشمل مناطق موائل الأسماك في حوالي 15 موقع حوالين جزيرة البحرين. بالنسبة لمجال عملي في البيئة، أنا انتقلت إلى المجلس الأعلى للبيئة لأني حبيت مجال عمل البيئة. أولاً يعطينا فرصة للاطلاع على واقع البحرين أو واقع بيئة البحرين، يعطينا فرصة للاطلاع على المميزات اللي موجودة في البيئة، يعطينا فرصة للاطلاع على الأشياء والسلبيات اللي يمكن إحنا نشوفها بس ما نقدر نعالجها، ففي جهات إن نقدر نتواصل معها تعالج هالأشياء. الصعوبات اللي يمكن نشوفها بالنسبة للمرأة البحرينية، في تخوف من دخول هالمجال، السبب إنه هو الطلعات مثلا البحر، طلعات العينات في مجالات في المناطق الثانية، المصانع مثلا، خلينا نقول عندنا مناطق الصحراوية بعد ناخذ منها عينات. من أبرز التحديات اللي يمكن تواجه البنت البحرينية أو المرأة البحرينية، مجال العمل يصير فيه نوع من التخوف على أساس أنه طلعات خارج، خلينا نقول خارج البحرين، لأن هي فعلا في البحر أو في مناطق بعيدة، فيصير أن مجال العمل ينتقل من مجال عملي إلى مجال مكتبي. في هاي الأشياء وايد بيخسرون معلومات يكتسبونها، بيخسرون خبرات يكتسبونها، يعني في أشياء واحد يتعلمها من خلال السنوات اللي يعمل فيها. فأنا أنصح الصراحة كل بنت لا تغيرين مجال تخصصك ولا مجال عملك. مجال العملي وايد ممتع، وايد جميل، صح في صعوبات في البداية، بس هاي الصعوبات دائما تدفع الإنسان إلى ما هو أحسن منه.